كما نبا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله مع الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لافتتاح فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الاتحاد الخليجي للتكرير العالمي بمركز البحرين الدولي للمعارض بحضور لافت لوفود من دول العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 5000 مشارك من مختلف دول العالم. وقد أعرب معالي وزير النفط عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مدى حرص سموه حفظه الله على دعم ومساندة المسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في البحرين، والتأكيد على مكانة فعاليات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، مؤكدا معاليه على حرص حكومة البحرين الدائم على استقطاب واستضافة الفعاليات المتخصصة في القطاع النفطي على أرضها. وقال معالي الوزير بأن المؤتمر والمعرض يعتبر المنصة الاستراتيجية الرائدة الأولى في الشرق الأوسط للمهنيين في مجال التكرير لمواجهة تحديات الأعمال وتبادل أفضل الممارسات وإطلاق الفرص المحتملة من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية، مشيدا معاليه عاليا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير وأعضاء مجلس الإدارة في تأسيس هذا الملتقى العالمي في البحرين، والجهود الطيبة المبذولة من الأمين العام للاتحاد الخليجي وكذلك اللجنة التنظيمية واللجان الفرعية الأخرى. المؤتمر تحت تنظيم الاتحاد الخليجي للتكرير مثل هالمؤتمرات تحظى بدعم كبير من قيادة حفظهم الله. ترون يعني تواجد الأشقاء في مجلس التعاون والشركات العالمية يعطي المؤتمر زخم، وطبعا يعني بقطاع التكرير والصناعات التحويلية في النفط والغاز. الاتحاد طبعا يضم الشركات النفطية من المملكة العربية السعودية، من دولة الكويت الشقيقة، من البحرين شركة بابكو، ومن الإمارات مع انضمام شركة أدنوك. والقصد منها هي أنه المعلومات تعم الشركات في مجال رفع كفاءة الإنتاج، في السلامة، في تدريب الشباب، وأن تكون خبرة الشركات كلها مجتمعة وتوزع على الكل. طبعا دول الخليج اليوم عندها يعني أحدث المصافي في العالم، فيعني مع الوقت منطقتنا يعني بتكون هي رقم واحد في العالم. المؤتمر ناجح بكل المقاييس، أشوف ما شاء الله في حضور مكثف لمصنعين البتروكيماويات ومصنعين التكنولوجيا. نتمنى إن شاء الله مثل هذه المعارض تستمر في منطقتنا، لما لها دور كبير من نقل العلوم ونقل التكنولوجيا إلى منطقة الخليج العربي.